sihir sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait banyaknya perbuatan buruk yang tercatat di dalam sijil. فيلم سجين هو واحد من أخطر الأفلام اللي موجودة حاليا على وجه الأرض. مشاهدتك ليه هي لعنة هتحل عليك وعلى أهل بيتك بسبب التعويذات الحقيقية اللي موجودة فيه، واللي هتحول حياتك أنت وأهلك وكل حد اتفرج معك على الفيلم ده لجحيم. بل إن حتى مجرد ما تشغل الفيلم ده في بيتك حتى من غير ما تكون قاعد قدامه، قادر إن هو يحول منزلك الجميل لقطعة من الفحم، أو تشوف بعينك الجن بيحاوط كل جزء من منزلك، فتجربتك أو فضولك في كثير من الأحيان بيكون قاتل. وانا موجود هنا يا صديقي عشان احذرك من اللي هيحصل قبل ما يحصل، وده لان اللي بيحصل في الوقت الحالي مش اول مرة يحصل، بل انه اتكرر قبل كده بالحرف الواحد. الفيلم قاعد ينتشر في كل مكان وبيتعمل له دعاية مرعبة، وده مقصود. التاريخ بيعيد نفسه، وكل الكلام اللي انا قلته دلوقتي هو كلام حقيقي بنسبة 100% بدون اي مبالغة، لان اللي حصل وبيحصل ده اتكرر بالحرف الواحد في الفيلم المصري عاد لينتقم. قبل ما نخش في تفاصيل وقصة الفيلم الحقيقية، خليني احكي لك سريعا كده تفاصيل فيلم عادة لينتقم. مخرج الفيلم ياسين اسماعيل ياسين حب يعمل فكرة فيلم مختلفة، فيلم رعب عادي لكن كل حاجة فيه حقيقية تشبه تماما اللي بيحصل في ارض الواقع، فقرر الاستعانة بصحر حقيقيين عشان كل حاجة تتعمل باحترافية جديدة وزي ما بيحصل في الواقع بالظبط. كان اشهر السحرة دول الساحر الخبيث اللي دمر بيوت كتير جدا في مصر، السيد الحسين الفلكي. الاتفاق بين المخرج والساحر كان على مشهد واحد فقط في الفيلم. الفيلم اللي بتحكي قصته عن شخص انتقل لبيت جديد، لكن البيت ده كان فيه روح طفل اتقتل من فترة في نفس البيت، ومن المفترض ان الساحر هيقول بعض الطلاسم اللي هيخرج بيها روح الطفل دي من المنزل، وده يا صديقي كله هيتم عن طريق السحر الاسود. واكيد انت عارف او ما تعرفش ان السحر الاسود يعتبر هو واحد من اخطر انواع الاسحار اللي موجودة في العالم، خصوصا تعويذة كده بتدعى بالتعويذة البرهاتية. التعويذة البرهاتية هي عبارة عن تعويذة بتتكون من 28 اسم من اسماء الله الحسنى، ولكن الاسماء دي بتتقال بلغة معينة يعرفها الجن كويس جدا، وعدد قليل جدا من البشر اللي موجودين على كوكب الارض بيقدروا ان هم يقولوا التعويذة دي بالطريقة الصحيحة بتاعتها بنسبة 100%. مجرد ما بتتقال التعويذة دي في اي مكان ايا كان نوع او قوة الجن اللي موجود في المكان ده، بيخضع الجن وبيستجيب لاوامر الساحر. اللي حصل ان الساحر في المشهد ده خدع المشاهدين والمخرج والعالم كله حرفيا، قال التعويذة البرهاتية فعلا بالشكل الصحيح، وتصور الفيلم وبدأ عرضه للمرة الاولى في احدى السينمات في وسط البلد. الجمهور قاعد بيتفرج على الفيلم في اللحظة دي واموره تمام، ولكن تيجي اللقطة اللي هتخلد اسم الفيلم ده في التاريخ للأبد وتخليه الفيلم الأبشع في العالم، وهي لقطة التعويذة الحقيقية. تتقال التعويذة في السينما وتحل اللعنة على كل شخص حضر الفيلم. أنزلوا حتى يراقب النظر بعينه ويكلمكم بلسانه ويسألكم عن حوائجي فهو محيطهم بكم أينما تكونوا تأتوني مستعين. وبيقال ان كل اللي كانوا موجودين في السينما واتفرجوا على الفيلم ده اصابهم بالفعل مس شيطاني، والمرعب ان في نفس الوقت اللي بتحصل فيه الاحداث دي حصل حريق كبير جدا وضخم حرق السينما بالكامل. في الوقت ده كانت شرايط الفيلم بتتباع وتتوزع في كل مكان، وكل شخص اشترى شريط من الفيلم ده واتفرج عليه اصيب بمس شيطاني او حلت على حياته لعنه غريبه او حصل له اي شيء ملوش اي تفسير منطقي، زي ان منازل الاشخاص دول اصبحت منازل مسكونه بالجن، وبدا الجن في عمل تصرفات غريبه، هجرهم من بيتهم وغيرها من الظواهر المرعبة. التاريخ في الوقت الحالي يا صديقي قاعد بيعيد نفسه، وفيلم سجين اللي الكل متحمس ليه دلوقتي يعتبر واحد من اخطر الافلام اللي موجودة في العالم. كلمة سجين نفسها هي كلمة اصلها جاي من القرآن الكريم، والمقصود بسجين هو سجن صغير ضيق، كمان هو مصطلح قرآني بيشير الى مكان يذهب اليه الفجار بعد موتهم. وسجين حسب قول اغلب المفسرين هي الارض السابعة السفلية. يا ترى ايه هي قصة الفيلم ده وايه قصة المشاهد اللي موجودة فيه اللي ممنوع نشوفها في اي حال من الاحوال؟ قصة الفيلم بتحكي عن بنت بتحب ابن عمها، لكن ابن عمها كان متجوز وبيحب مراته جدا وكانوا عايشين حياة زوجية سعيدة وعندهم ابناء. البنت دي فضلت تحاول تخلي ابن عمها يحبها بكل الطرق لكنها فشلت، وما بقاش قدامها غير طريق الشر، السحر والشرك بالله. راحت فعلا لسحر وطلبت منه يعمل لها سحر يخلي ابن عمها يحبها او تخلص من مراته. طلب منها السحر فعلا بعض المتطلبات، وبدأ بالفعل في عمل السحر بعد ما لبت الحربوقة كل متطلباته. نتيجة
السحر كانت غير متوقعة أبدا، واللعنة مش بس حلت على ابن عمها أو مراته بس، بل حلت على الجميع. وهنا كانت بداية الأحداث المرعبة، وأنا لما أقولك أحداث مرعبة فنقصد أنها مرعبة حرفيا، لأن اللي هتشوفه بعينك في اللحظة دي أيا كان سنك أو أيا كانت قوتك وقدرة تحملك مستحيل تتخطاه مهما حصل. اللعنة تسببت في موت الشخص وزوجته وأولاده والبنت اللي راحت تعمل التعويذة، والمخرج والمشاهدين وكل اللي في الفيلم. ولحد الآن ممكن تكون بشايف الموضوع خطير وتقول لي عادي يا مارو، يعني ايه اللي حصل؟ افلام كتير جدا بنشوف فيها مشاهد غريبة ومرعبة اكتر بكتير من اللي انت قاعد بتحكيه. الغريب او الملفت في الفيلم ده اللي يخليك تحذر الناس منه بالشكل ده، الفيلم اللي انت قاعد تبالغ في احداثه ده اتعمل منه 6 اجزاء قبل كده ومفيش حد اتلبس او اتحول لضفدع مثلا. فيلم سجين النسخة الجديدة مختلف تماما عن النسخة التركية اللي انت متعود تتفرج عليها، والاحداث والتفاصيل اللي هنتكلم عنها دلوقتي مختلفة تماما عن اي فيلم شفته في حياتك. في النسخ السابقة كان انتاج الفيلم التركي معتمد على القصة اللي بتحكي عن شخصية بتتعرض لأي مشكلة في حياتها، سواء مشاكل مالية أو اجتماعية، وبتلجأ في حل المشكلة للدجالين أو السحرة اللي بيستخدموا السحر في علاج المشكلة، وبيكون الرعب في النسخ دي في المؤثرات الصوتية اللي بيتم استخدامها أو المشاهد المرئية. أما النسخة الجديدة يا صديقي فهي نسخة اندونيسية اتعملت بحبكة وطريقة واقعية جدا، واقعية لدرجة تثير الشك والرعب. وانت بتتفرج على الفيلم هتيجي مشاهد بيتم فيها معالجة اشخاص الجن بيسكن اجسامهم. في المشاهد دي في شيوخ وناس كتير بتقرأ القرآن الكريم، وبيتم استخدامه بشكل حقيقي فعلا في العلاج زي ما بيحصل في ارض الواقع بالظبط. كمان الفيلم بيوضح لك طريقة عمل السحر الاسود بالتفصيل، بتعرف في الفيلم ازاي بيتم عمله وايه الحيوانات اللي بيتم التضحية بيها من اجل عمل السحر، والخطوات والجمل اللي بتتقال في الفيلم كلها بالفعل حقيقية. وقبل يا صديقي ما تقولي انت كده مش بتمنعنا من المشاهدة، انت كده حمستنا اكتر ان احنا نشوفه. وقبل ما تعصبنا عليك وتكتب تحت في الكومنتات اللي تحمس ان هو يشوف الفيلم يجي جنبي، استهدى بالله كده يا صديقي وتعالى اقولك الى اي مدى الوضع خطير. التعويذات اللي هتشوفها وتسمعها والطرق الواقعية جدا بالتأكيد خطيرة وليها اثر وتأثير سلبي مرعب. اولا اللي حصل في الفيلم المصري عاد لينتقم ممكن يتكرر للمرة التانية. صحيح حتى الان ما سمعنا عن أي ضحايا للفيلم، لأن الحاجات دي أحيانا بتاخد وقت أو المس الشيطاني بيتأخر عما الناس تكتشفه. إلا أن من المتوقع جدا في الفترة الأخيرة أن احنا نسمع عن قصص وعدد كبير من الحالات، ومش بعيد أبدا لو شغلت الفيلم ده في بيتك واتفرجت عليه الجن فعلا يلبسك. الطلاسم الحقيقية والجمل اللي موجودة في الفيلم مدى خطورتها مجهول حتى الآن، خصوصا أن أحيانا بنسمع عن القصص دي متأخر أو ما بنكتشفش أن فينا جن غير بعد فوات الأوان. لو قررت أن أنت تتجنن خلاص وتتفرج على الفيلم ومفيش أي حاجة قدامك غير أنك خلاص هتتفرج عليه، بلاش تتفرج عليه جوه بيتك. احسن لك يا صديقي ابعد تماما عن البيت واتفرج في اي مكان تاني. ده صحيح مش هيمنع ان اي حاجة تحصل لك، ولكن على الاقل مش هتضر الناس اللي موجودة وعايشة معاك. ممكن على سبيل المثال تحمل الفيلم بعد ما ينزل وتتفرج عليه في الشغل لو متضايق من زمايلك او المدير بتاعك. دي فكرة كويسة جدا تتعامل بيها مع يهود الشغل، ولكن بلاش تتفرج على الفيلم ده في منزلك او مكان نومك، لانك هتستحضر الجن والارواح الشريرة في البيت بالفعل. هم صحيح كده كده موجودين حوالينا في كل مكان دلوقتي وممكن يأذونا في اي وقت، ولكن انت كده بتساعد ان الموضوع يحصل اكتر واكتر، ومش بتأذي نفسك بس، بل انك بتأذي اهلك وكل الناس اللي معاك في نفس البيت. فالافضل ليك ولينا، وعشان ما ترجعش تصيح بعد كده، تجنب الفيلم ده تماما وبلاش تتفرج عليه. الله يخليك، انت دلوقتي عرفت القصة وعرفت الى اي مدى الوضع فعلا خطير. بعض الناس بتتكلم وبتقول ان مشاهدة الفيلم ده اصلا حرام، لان المشاهد اللي بيتم عمل فيها السحر دي هي مشاهد تعتبر شرك بالله، وانت لما بتتفرج على الفيلم ده فانت بتساهم في ايرادات الفيلم وبتساعد ان الفيلم ينتشر اكتر وأكتر. ولكن الله أعلم هل فعلا الموضوع ده حرام ولا حلال. هنسيب الدين لأهل الدين، وهحذرك للمرة الأخيرة بلاش تتفرج على الفيلم ده لأن فيه تعويذات حقيقية. في نقطة أو جزئية مهمة جدا اتكلمت عنها في حلقات كتير قبل كده، ولكن هرجع ألفت انتباهك ليها تاني. مفكرتش ليه النوعية دي من الأفلام اللي بتستخدم السحر الأسود وغيرها من أنواع السحر بدأت تنتشر جدا الفترة الأخيرة في الوطن العربي؟ للسحر والجن والاستعانة بهم والشرك بالله بقى بيتم الترويج ليه طول الوقت عن طريق مشاهد وجمل بتسيطر على عقلك الباطن بدون ما تشعر، زي طبعا فيلم سجين اللي بيتم استخدام القرآن فيه بطريقة معكوسة وتوضيح للناس طرق عمل السحر والتعمق فيها. هسيبك يا صديقي كده مع نفسك شوية تفكر في إجابة السؤال ده وتقولي عليها تحت في الكومنتات. فلو كنت متابع قديم وبتتفرج على المحتوى ده باستمرار فبكل تأكيد هتعرف الإجابة بكل سهولة. أما لو كنت لسه بتتفرج عليا قريب أو ما اتفرجتش على الحلقات القديمة فأنت حرفيا فايتك كتير. ما تنساش يا صديقي اللايك الجميل بتاعك، واعمل منشن لصاحبك المجنون اللي مخه لاسع اللي بيقولك يلا بينا نروح نتفرج على الفيلم
الفيلم ده خليه يعرف ويدرك الى اي مدى الموضوع خطير، عشان لو اتلبس بعد كده ما يقعدش يصيح وتبقى انت عملت اللي عليك وبرأت ذمتك ما بينك وما بين نفسك وقدام ربنا. كمان الفيديو ده لو وصل باذن الله 50,000 لايك هخلي الحلقه الجايه عن قصه الفيلم الحقيقيه بالتفصيل، لان اللي انت ما تعرفوش يا صديقي ان الفيلم ده ليه قصه حقيقيه ومدينه تركيه حصلت فيها كل الاحداث اللي انت بتشوفها. كمان ممكن نتكلم عن الساحر المصري بالتفصيل ونقول ايه نهايته وقصته كانت عامله ازاي وايه الاحداث بالتفصيل الممل. اشترك دلوقتي في القناه وتاكد ان انت مفعل الجرس عشان ما يفوتكش الحلقات المثيره اللي جايه. واهم حاجه الله يخليك بلاش تتفرج على الفيلم، وخد بالك من نفسك وخليك في امان لحد ما اشوفك على خير باذن الله في فيديو جديد. والسلام. متأكد ان انا بعد كل اللي انا عملته ده هلاقي الناس برضو تحت في الكومنتات بتقولك يلا بينا نروح نتفرج على الفيلم، وهتلاقي ابو راس مربع بيقولي انت شوقتني ان انا اتفرج على الفيلم. انا عارف والله مجانين، شوية مجانين بيتفرجوا علي، ربنا يستر. دبانة احنا بدأنا لسه بدري على الصيف والله.